أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: أنا مدير لدار نشر في فرنسا ولنا نشاط في الدعوة إلى الله، وقد ترجمنا بعض الكتب لأحد المشايخ بعد أخذ الإذن منه إلى اللغة الفرنسية، والسؤال: ما حكم قيام بعض الشباب على نشر كتابنا هذا على دائرة الإنترنت بدون أخذ الإذن منا، علما بأننا أصحاب الحق في هذه الترجمة؟ هذه خصومة، هذه خصومة بينكم وبينهم، المرجع فيها إلى المسؤولين عن الإعلام، يعني هذا من صلاحيات وزارة الإعلام، هذه خصومة بينكم وبينهم، ولا شك حقوق التعليق، حقوق الطبع، أنها محفوظة، لا يجوز التعدي عليها، ولكن إذا صار بينكم شيء فهذا مرجعه إلى المسؤولين عن الإعلام، عن الإذن لفتح الكتب